للمزيد من التفاصيل بينضم إلينا هاتفيا دكتور منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دكتور صباح الخير وأهلا بحضرتك في هذا الصباح. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضراتكم وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا دكتور. دايما كالمعتاد بنحب نطمن من حضرتك عن أخبار الطقس عشان نكون مستعدين، إيه اللي هيحصل خلال الأيام اللي جاية؟ وطبعا في استمرار لموجة ارتفاع في درجات الحرارة اللي بتشهدها جمهورية مصر العربية، يمكن كمان العالم كله بيشهدها، وخاصة في نصف الكرة الشمالي، لكن الموجة دي بدأت معانا الخميس الماضي ومتوقع انها تستمر على مدار هذا الأسبوع ومكملة كمان معانا للأسبوع المقبل. درجة حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين لأربع درجات في معظم محافظات الجمهورية. احنا بنتأثر في امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، المرتفع الجوي ده بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، حبس الرطوبة والملوثات في طبقة قريبة من سطح الأرض، فبنساعد على مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة. كمان امتداد منخفض الهند الموسمي، منخفض الهند الموسمي مع كتل هوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط، الكتل دي شديدة الحرارة محملة بكميات كبيرة من بخار المية، فبالتالي في ارتفاع في نسب الرطوبة، وده اللي متوقع يكون معانا اليوم، ارتفاع في نسب الرطوبة واستمرار ارتفاع درجات الحرارة. ارتفاع نسب الرطوبة يزود احساسنا بشكل كبير بارتفاع درجات الحرارة، اجواء شديدة الحرارة رطبة فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية. اليوم متوقع عظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية، ودي تعتبر درجة الحرارة المحسوسة للمواطن هيحسها نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة توصل 40-41 درجة مئوية، لأن دايما نسب الرطوبة بترفع احساسنا بدرجات الحرارة، خاصة كمان ان احنا خلال هذه الايام في هدوء نسبي بسرعات الرياح، هدوء سرعات الرياح تزود احساسنا كمان بوجود نسب رطوبة وبارتفاع درجات الحرارة. فترات الليل ايضا رغم ان مع غياب اشعه الشمس بيحصل انخفاض في درجات الحراره، لكن نسب الرطوبه مرتفعه، بنحس ان في ارتفاع في درجات الحراره واجواء يعني بتبقى شبه الاجواء الخانقه في فترات الليل وفترات المتاخر فتره الصباح الباكر بسبب هدوء سرعات الرياح. متوقع كمان استمرار تكون سبوره مائيه فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض تسييس في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا 7 صباحا الشبوره المائيه بتتلاشى وما بتاثرش بشكل كبير على الرؤيه الافقيه او حركه المرور، لكن مهم جدا لان الموجه مطوله معانا، ويمكن طول الموجه ده امر مش طبيعي، احنا دايما متعودين ان يحصل موجات ارتفاع في درجات الحراره 3-4 ايام وبتنكسر. صحيح، احنا كل يوم عندنا امل يا دكتور. بالضبط، فاحنا لازم ناخد بالنا بشكل كبير، الموجه مطوله معانا وهتاثر علينا بشكل كبير، فلازم ناخد احتياطاتنا عشان ما تاثرش علينا، واهمها تجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره من الساعه 12 الظهر لحد الساعه 3-4 العصر. مهم جدا الفتره دي نتجنب اشعه الشمس المباشره، ولو اضطريت ابقى موجود في الشارع لازم يكون معايا غطاء للرأس، شمسية أو كاب، أي شيء يحميني من أشعة الشمس المباشرة. بلاش كمان نقف لفترات طويلة تحت أشعة الشمس، ممكن تبقى فترة قصيرة ونستريح في أماكن فيها ظل وبعد كده نقف تاني في أشعة الشمس. لو اضطرينا للوقوف في أشعة الشمس المباشرة نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، وأهمهم المية، إزازة المية تبقى موجودة في إيدي على مدار اليوم. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية.